أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من حديث اليوم تسلط الضوء على أبرز ما جاء في الشأن السوري، بدءا مما أوردته صحيفة صن البريطانية حيال تعقب قوات سوريا الديمقراطية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي من منزل لمنزل، فضلا عن قتل أحد أبنائه شرق الفرات، ومرورا بخلفية إرسال الفيلق الخامس المشكل من قبل روسيا تعزيزات عسكرية لريف حلب الشمالي، والضغوط التركية الروسية لفتح طريق حلب غازي عنتاب الدولي. ونختتم الحلقة من دق الأمم المتحدة ناقوس الخطر حيال حدوث كارثة إنسانية شمال غرب سوريا، وحديث الخارجية الروسية حيال عدم نجاح اتفاق بوتين أردوغان حيال منطقة المنزوعة السلاح حتى الآن. أفادت صحيفة صن البريطانية الخميس إن مقاتلي سوريا الديمقراطية يتعقبون زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد أن تمكنوا مؤخرا من قتل شخصيات مقربة منه، وذلك في إطار جهود حثيثة تبذلها قسد لاستئصال بؤرة الإرهاب في المنطقة. صحيفة صن البريطانية قالت يوم الخميس إن مقاتلي سوريا الديمقراطية يتعقبون زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي من بيت إلى بيت بعد أن تمكنوا مؤخرا من قتل أشخاص مقربين جدا منه داخل دائرة معارفه الضيقة. ونقلت صحيفة عن هافال روني أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين شرق سوريا حيث تدور المعارك قوله أنه قبل حوالي شهر ونصف الشهر حصل قسد على معلومات استخباراتية تفيد بمقتل أحد أبناء البغدادي، وأضاف أن الشقيق البغدادي كان في المنطقة مؤخرا وكان يعقد اجتماعات مع الأعضاء لتشجيعهم على القتال، مشيرا إلى أن منطقة هجين تعتبر معقلا رئيسيا لمن تبقى من مسلحي داعش في سوريا. وأوضح روني أن أقارب البغدادي لا يزالون يقيمون في منطقة هجين حيث يعتقد أن العديد من المسلحين المقربين منه يتحصنون في المنطقة ذاتها، وهو ما يدفع قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيز العمليات العسكرية هناك. روني أفاد أيضا أنه قبل نحو شهرين نجحت قوات سوريا الديمقراطية في اعتقال طبيب بريطاني عضو في التنظيم كان يحاول الهروب إلى تركيا، مشيرا إلى وجود مسلحين وقادة في صفوف داعش من جنسيات أخرى من الشيشان والعراق. وأضاف أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على حوالي 450 كيلومتر مربع من القرى المحيطة بمنطقة هجين على طول نهر الفرات، مشيرا إلى أن استعادة هذه المناطق لن تكون سهلة. واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية هجوما بريا ضد تنظيم داعش الإرهابي في آخر معقل له قرب الحدود مع العراق بعد تعليق الهجوم الشهر الماضي في أعقاب قصف تركيا شمال سوريا. وتعتبر تركيا معركة دحر الإرهاب واكتساب قوات سوريا الديمقراطية النفوذ في شمال سوريا تهديدا لأمنها القومي. وللنقاش حيال هذا المحور السادة المشاهدين ينضم إلينا من سويسرا المحلل السياسي بيير رستوم. أستاذ بيير مساء الخير. نعم، بداية في ظل المعارك الجارية في هجين شرق الفرات، صحيفة صن البريطانية تقول بأن قوات سوريا الديمقراطية تتعقب البغدادي من منزل إلى منزل، ما هي دلالات وانعكاسات ذلك أستاذ بير؟ أنا أولا شهر أو أعتقد خلال 20 يوم أعلن الموضوع. أستاذ بير؟ نعم. في الحقيقة لم يصلنا الصوت، حبذا لو تعيد الإجابة. صوت جيد حاليا؟ نعم تفضل. يعني اقل من 20 يوم كنا كمان على نفس القناة مع بعضنا والحديث عن داعش والوجود داعش والقوات السورية ومحاربة داعش. بالكلمة الأخيرة توصلنا إلى تلك القناعة أن داعش لن تدوم بوجود العسكري لها لنهاية العام. يعني كان الاستنتاج أو القراءة المتفق عليها بين كل المتحاورين أنه داعش فعلا ستنتهي خلال هذا السنة أو خلال الشهر القادم. يعني ويبدو أنه ليست النبوة أو القراءة عم تتحقق على الأرض. يعني حاليا عم نشوف أنه داعش
عم تنهزم تماما ومحصورة خلال منطقة ضيقة جدا، ورئيسها يعني كما يعتبر أسامة بن لادن سقوطه واعتقاله ومقتله نهاية تقريبا القاعدة العسكرية أو الوجود العسكري بقناعة داعش باعتقال البغدادي أو مقتله سيكون نهاية داعش العسكري بالمنطقة بشرق الفرات. يعني لكن علينا أن ندرك جيدا أنه نهاية داعش لن تكون بوجودها العسكري، يجب القضاء على الخلايا النائمة، يجب القضاء على البؤر الإرهابية، على المناطق التي تغذي الفكر السلفي، الفكر التكفيري. للأسف ما زالت هناك الكثير من المراكز، من المواقع التي يجب تجفيف هذه المنازل. تقصد ليس فقط الجزء الظاهر من داعش إذن أستاذ بير؟ تقصد ليس فقط يجب القضاء على الجزء الظاهر من تنظيم داعش؟ تماما، يعني القضاء على داعش بشرق الفرات سيكون القضاء على وجوده العسكري، على احتلال، على وجوده على رقعة جغرافية واسعة كانت خلال الأعوام 15-16، لكن حاليا انحصر في هذه المنطقة الجغرافية، وقوات سوريا الديمقراطية بتحاصره، عم بتلاحقه، جزء من الفلول الموجودة هناك عم بتلاحقه، وبقناعة ما راح تدوم خلال العام 2019، ما راح يصل لل 2019. نعم. يعني. طب أستاذ بير، في ظل الحديث عن تعقب البغدادي وقتل أحد أبنائه، هل يمكن القول بأن هذا هو السر الكبير وراء تمسك التنظيم الإرهابي في هذه المنطقة؟ يعني حياة الإنسان دائما بتكون حياة العائلة وحياة الإنسان وحياة الأفراد مهمة بالنسبة للشخصيات القيادية، لكن ما قناعتي ليست هي السبب الأساسي. يعني الأسباب الكثيرة، هناك القوات الأمريكية اللي مع قوات العراقية والبيشمركة اللي حاربوها في العراق وحاصروه ودفعوه باتجاه شرق الفرات، كذلك القوات السورية مع الروس للأسف عقدوا صفقات حتى بمشاركة حزب الله في جنوب سوريا. كل هذه المجموعات التي كانت متواجدة على الجغرافيا العراقية وعلى جنوب سوريا تداخلت وانزاحت وعادت أو دفعت بها إلى شرق الفرات، إلى حتى برضا ما راح نقول أمريكي، لكن للأسف بنوع من التوافق شبه إقليمي ودولي لوضعهم في منطقة محددة ويتم محاربتهم من خلال قوات سوريا الديمقراطية. يعني هذا يعني خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد الإبقاء على حياة البغدادي يعتبر قضية جد مهمة وجوهرية وحيوية بالنسبة لداعش، وبالتأكيد راح يدافعوا لآخر جندي لهم للدفاع عن الوجود، على الأقل الوجود الرمزي لداعش. نعم. طب أستاذ بير، يعني المعارك الجارية في شرق سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي لطالما تم الحديث في الإعلام والأنباء على أنها تحمل في طياتها سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، برأيكم ما هي أسباب ذلك؟ يعني داعش دائما تأخذ بمسألة الإرهاب، مسألة الإرهاب هي جزء من السياسات لكل الأنظمة أو التنظيمات والتيارات الراديكالية السلفية. داعش يعتبر من أسوأ وأبشع التيارات الراديكالية السلفية اللي يعرفها الشعوب، شعوب المنطقة والعالم. يعني للأسف هي تعتمد على أكبر عدد ممكن من القتلى المدنيين لإرهاب المنطقة، لإرهاب المجتمعات، لإرهاب التنظيمات، وبحيث أنه يعني اسم داعش أصبح مرتبط مع القتل، مع النحر، مع الحرق، مع يعني لا أعتقد حتى تنظيم القاعدة أو اللي معروف بإجرامها بإرهابها بقتلها للمواطنين لم يصل لمستوى داعش. للأسف داعش أخذت من مسألة قتل المواطنين سياسة أساسية، سياسة للترويع للترهيب للمجتمعات، واعتمد على هذا المفهوم وسوقت نفسها، لكن بالنهاية لا يصح إلا أن المجتمعات تحارب كل القتلة، تحارب كل الإرهابيين، وبالأخير المجتمع يريد الحياة، يريد التنفس، وداعش سينتهي يعني. نعم. طب لماذا تركيا تعتبر معركة قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش شرق الفرات تهديدا لأمنها القومي أستاذ بير؟ للأسف تركيا بعد المرحلة الثانية، يعني تركيا عاشت مرحلتين بقناعتي من خلال حزب العدالة والتنمية. المرحلة الأولى اللي عرفت فيها مرحلة التنمية، مرحلة الازدهار، مرحلة
مرحلة الحريات إلى حد ما المؤسسات المدنية، المؤسسات الديمقراطية بتركيا، وعاشت حالة انتعاش اقتصادي، نمو اقتصادي، تنمية على كل المستويات، حتى على مستوى علاقتها مع الدول الأوروبية. نعرف يعني أوروبا فتحت المجال لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن للأسف شخصية أردوغان يعني الطاغي عليه مفهوم الكاريزما السلطان الاستبداد او الشخصيه المتفرده للسلطه، يعني التي تود الاستفراد بكل السلطات بيده، مع مفهوم حزب الاسلام حزب العداله والتنميه، مفهوم مشروع اسلامي سياسي او الاسلام السياسي، سببين دفعوا بتركيا في المرحله الثانيه من عمر حزب العداله والتنميه، عمر حكومة العدالة والتنمية، إلى الانتكاسة، إلى التراجع عن سياساتها السابقة. للأسف استفرد الرئيس التركي أردوغان بكل السياسات، حتى النظام حول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بحيث يحجز كل السلطات بيده. لذلك يعني تعايش الإسلام السياسي بتركيا ولو بمفهوم حزب العدالة، مفهوم الإخوان المسلمين، متشابك مع كل التيارات الراديكالية بالمنطقة. يعني للأسف الإخوان بمصر، بقطر، بسوريا، بكل دول العربية، هي جزء من منظومة تركيا اللي تعتبرها منظومة السياسية الإسلام السياسي. وداعش يعني إن ما كانت داعش، للأسف التيارات الموجودة حاليا لا تختلف عن داعش، يعني خلينا نأخذ غير جبهة النصر، حتى التيارات الإسلامية المتحالفة تحت مفهوم الإسلام السياسي المعتدل هي جزء من مفهوم منظومة سياسية راديكالية لا تختلف عن داعش والنصرة. وتركيا فعلا أمنها القومي مرتبط بهؤلاء الإرهابيين، وهذه كارثة بالنسبة ليست لتركيا وإنما لكل المنطقة. طب نختتم هذا المحور بالسؤال التالي أستاذ بير. الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن وجود طويل الأمد في سوريا وحل قريب للأزمة، ما هو شكل هذا الحل برأيكم؟ يعني الأمريكان جاءوا للمنطقة لمصالحهم الحيوية، لمصالحهم الاستراتيجية، هذه معروفة للجميع، لكل من يتابع السياسة الأمريكية ولا يتابع أو يعني إلى حد ما له الاطلاع على بعض السياسات والاستراتيجيات الأمريكية. أمريكا كدولة عظمى تقود العالم، ربما كقطب وحيد ما زال، يعني ولو أن هناك بعض المنافسة من الصين، من روسيا، الحلف الصيني الروسي لمواجهة القطب أو القطب الأمريكي الضخم العظيم أو أعظم يعني دولة بالعالم، لكن ما زالت أمريكا تشكل القطب الوحيد بالسياسات العالمية، ونأمل فعلا أنه تنكسر هذه القطبية الواحدة، يعني كون أن الحياة السياسية أو الدنيا أو الحياة عموما لا تمشي على رجل واحد، على 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 ساق واحدة يعني. لكن ما زالت أمريكا هي الدولة العظمى الوحيدة بالعالم، وهي لها سياسات الاستراتيجية بالعالم. أمريكا بكل أحوال جاءت المنطقة للبقاء فيها وليس للخروج. هناك بعض الطموح أو بعض الدعاوي من بعض الدول كروسيا وغير روسيا بإخراج أمريكا، لكن بقناعة أمريكا لن تخرج كون وجودها وجود استراتيجي، ولن إن كان على مسألة الروس أو بعد. أستاذ بير أسمعك. نعم تفضل. يعني الصراع ليست فقط والوجود والتمدد الإيراني بالشرق على داخل سوريا والعراق ولبنان وغيرها، إنما الصراع هو صراع مع الروس ومع الصين القادمة كقوة اقتصادية عملاقة تنافس الأمريكان في المنطقة. لذلك الأمريكان لن يخرجوا من سوريا ولن يخرجوا من العراق، يشبكوا في المنطقة. نعم. طب أستاذ بير والسادة المشاهدين، فاصل قصير ونفتح الملف الثاني من النقاش، أرجو أن تبقوا معنا.